بسم الله الرحمن الرحيم، مع درس جديد في لغة الجافا وعن كيفية القراءة من السيستم ان او من الكونسول او من لوحة المفاتيح. اول حاجة هنفتح البرنامج الجكريتور، ننشئ ملف جديد عشان نقدر نقرأ من الكونسول او السيستم انبوت. هنحتاج كلاس اسمه سكانر. السكانر كلاس معروف في الجافا، ممكن من خلاله اقرأ من السيستم انبوت او من خلال فايل. هنعرف كلاس سكانر، نعرف اوبجكت منه، نسوي نيو سكانر، بياخد باراميتر اللي هو المصدر اللي هيقرأ منه. احنا هنا هنقرأ من الكيبورد او السيستم ان. طيب الآن هنبدأ نقرأ منه، نقول أول حاجة راح أطلع جملة المثال هيكون انا هطلب منه يدخل اسمه واطبع له جملة ترحيبية. اقول له اول حاجة بفحص اذا في input ولا لا، اقول له scanner dot as next نعمل كومبايل، نشغل الكود. دخلت اسمي وكده الجزء الأول تم. هنشرح جزء تاني أو مثال تاني على السكانر. المثال الثاني هيكون عن عملية جمع رقمين. أول حاجة هعرف متغيرين اللي هستقبل فيهم القيمتين من الكونسول، بعدين هطلب من المستخدم إنه يدخل القيمة الأولى، وبعدين افحص. سوري انا حذفت الاوبجكت سكانر، ساوي سكانر سيستم دوت ان اف هاز نيكست. السكانر بيحتوي على فانكشنز كتيرة مش بس string، فأنا لو أنا عارف أستقبل منه integer أو double فأنا بحدد من هنا. بما إني أنا محدد إن هستقبل integer فبقول له c.next integer. تمام، بعدين نفس الكود هطلب منه دخل الرقم الثاني، بعدين هطبع له الصم، له
sum يساوي زائد a زائد b. نعمل compile، نشغل الملف. الرقم الأول 5، الرقم الثاني 4، الصم يساوي 9. طبعا عشان أحسن من مستوى الكود بتاعي ممكن أستخدم try وcatch، لأن ممكن الداتا اللي تدخل مش integer، ممكن يكون نص. تمام، دي بعض الأمثلة البسيطة على السكانر، وإلى اللقاء في دروس أخرى في لغة الجافا. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من مشاهدة هذا الفيديو. لمتابعة المزيد من الفيديوهات والمواضيع، الرجاء عمل سبسكرايب للقناة وعمل لايك وشير لصفحة الفيسبوك، رابط الصفحة أسفل الفيديو. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.